نمشي درب النجاح نحيي روح الصلب. سيعتادها عقلك ويألفها قلبك، وكما يقال كثرة المساس تميت الإحساس. فيبدأ الأمر طبيعيا ويكثر في المجتمع، ولهذا إن لم تكن هناك مقاومة مع مرور الزمن سنتحول من شخص تافه، من أشخاص تافهين، إلى مجتمعات تافهة. يجب علينا أن نؤمن وندرك الحقيقة، هي كما قال الشاعر: إن دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. وكان الصالحون يقولون: من علامة الوقت إضاعة الوقت. دون توضيح لأي فكر ينتمون، على الأغلب هم أيضا لا يعلمون. التأثير السابع وأشدها على المرء وأشهرها لدى الناس، ألا وهي إضاعة الوقت. والآن أترككم مع بعض التقديمين. طاهر الجدي، عضو التدريس بجامعة طرابلس كلية العلوم الشرعية قسم أصول الدين. لأنها أكثر تأثيرا في العالم هذا الزمان، يعني أنت تعرف أن زمان في أيام الجاهلية كان الشعر ديوان العرب، وكان له سطوة وقوة إلى متأخر، يعني من 100 سنة أصبح الشعر يعني شعر بالعامي، ثم تحولت الأمر إلى أن أصبح في 70s ما يعرف بوكالة المرشبادي، يعني كانت أكثر رواجا في المجتمع الليبي هي على الأرصفة والحديث في الشوارع. اليوم تغيرت، أصبح الوضع أكثر قوة وأكثر شراسة. أنت تعرف أن دائما من الباطل صولات وجولات، حتى الحق صولات وجولات، لكن أسف أرباب المحتويات في الغالب هم صناع التفاهة. هو يكفي اليوم كبداية أول شيء الفكرة منهم، العرض كله منهم، المادة كلها منهم. هو الإشراف كان يعني أمور فنية فقط، بداية ضربة موفقة منهن، يعني في هذه ثم السنة الماضية كانوا في الثانوية في الغالب بنات عندهم رؤية وعندهم نظرة ورياحية، حتى كان في الأداء في الإلقاء في حتى في المادة صناعة المحتوى، تكلموا بين رواج التفاهة وانحسار الإفادة زي ما تفضلوا. لكن نريد ونكرر، لأن هذا يعني العبء على وزارة الإعلام، لأن نحن في ليبيا عندنا ثقافة خاصة بنا، مجتمع شرقي عنده من العادات الدين، وحدة الأمة الليبية تحتاج إلى تحصين فكري، والتحصين الفكري لا يتأتى من خلال جهود فردية، ضروري تكون في وزارات دولة تقوم على الحماية والتحصين. وأكبر تحصين فكري هو صناعة المحتوى الهادف. وهل أريد أن ضرب بتاج البلد وما غيرها من الأمور أو النقاشات العقيمة، ويأتي هذا كله لسهولة الأمر وما يسمى حرية التعبير. فنجد الأمور تفاقمت وتجاوزت حدها، في حين أن إن التزمنا بمعرفتنا وبما نستطيع فيه إثبات حجتنا جرت الأمور مجرى آخر. ولأن مواقع التواصل تساهم في نشر المعلومات بشكل مستمر ودوري، ولأن الإنسان ملازم لهذه المواقع بشكل يومي بل وأكثر مما يلازم غيرها، يعني من جماعات وغيرها، مواقع التواصل أصبحت أكثر ما نلازمه يوميا. ولكن الحل من الهروب من المشاكل أن نتذكر أننا في الدنيا، نحن نعيش في الدنيا، لذا والدنيا مليئة بالصعاب والمشاكل، والإنسان خلق ضعيفا لا يقدر عليها إلا بلطف من الله. طالبة تسنيم سويري في قسم أصول الدين كلية العلوم الشرعية. جهزنا اليوم ولله الحمد اكتملت ندوة عن صناعة المحتوى بين رواج التفاهة وانعدام الإفادة. الفكرة كانت مما نراه يعني من انتشار التفاهات في مواقع التواصل الاجتماعي، فاحنين نحاول أن نوعه الجيل أو نوعه أنفسنا والشباب في أعمارنا إن احنا كيف نواجه هذا الهجوم، خلينا نقوله، ونواجه هذه التفاهة ونتعامل معها بشكل صحيح وسريع. كانوا حاضرين طبعا طالبات الكلية وبعض الحضور من الخارج، الأساتذة طبعا
رئيس قسم أصول الدين وكذلك وكيل الكلية. نسيبة الزاوي طالبة في كلية العلوم الشرعية من قسم أصول الدين. حكينا على الصانع كيف ليه شن الدوافع اللي خلاته يدير المحتوى متاعه وكيف تأثيره وكيف يأثروا عليه الجمهور، وحكينا على تأثير الجمهور على الصانع هو علاش يصنع كيف يتفاعلوا معاه وكيف يخلوه يمشي لقدام، وحكينا كذلك على الدوافع اللي تخلي الجمهور يدوروا على المحتوى التافه أو المحتوى بشكل عام، وحكينا كذلك على كيفية الإصلاح المجتمعي يعني كيف يساهموا بأي تخصص بأي وسيلة على وسائل التواصل الاجتماعي. احنا حاولنا أكثر شيء نوصل للعلاج ونوضحوا للناس إن يقدروا يحطوا صوتهم في السوشيال ميديا ويقدروا يستخدموها السوشيال ميديا كأداة لتغيير المجتمع وكأداة لنصرة الدين.